إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناة الشعب قناة شوف تيفي، كيف كتشاهدوا معنا هذه الأثناء شاحنة الجر تدخل على خط حادثة ديال السير اللي وقعت قبل ساعات من الآن هنا بطريق الرابطة بين عين دياب ووسط المدينة. شوفوا شاحنة الجر الأثناء تقوم بنقل السيارة اللي صدمت بنخلة وعمود كهرباء كما تشاهد. الخسائر المادية اللي خلفت هاد الحادثة. الناس اللي يسولوا على مدى الطوموبيل، الطوموبيل كان على متن واحد الشخص شاب في مقتبل العمر قبل الفولو من يديه، واش حالة غير عادية؟ واش عادية؟ كان بوحدو وسط السيارة، اصطدم هبطلو السيارة من يدو، اصطدم بالنخلة وعمود كهربائي كيف كتشوفو على الفور. تدخلوا رجال الامن كما تشاهدون، شوفوا الاجزاء ديال السياره كيفاش انها طارت من المكان ديالها، هذا كيبين الحجم والقوه ديال الصدام. نتمنوا بان كيف ما دخلوا رجال الامن على الخط ديال الحادثه دخل ليديك على الحادثه، لان هاد الاسلاك الكهربائيه راه باقي فيهم التيار الكهربائي ويقدروا في اي لحظه يتسببوا في وفاه او اصابه شي مواطن مغربي، وهذا اللي ما بغيناش. تحية كبيرة لعمال النظافة اللي مساكن كيجيو في هذا الوقت باش يحيدو ديك المخلفات ديال الحوادث ديال السير اللي كتوقع في ليل الدار البيضاء. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشرين آخر. متنساوش بأننا نحن باقي ساكن معكم وفاقا معكم. قوة ديال الصدام ان الواقي الهوائي يعني الاير باك كيف كنقولو خرج من المكان ديالو. لما في الأخوة نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر. وتبارك الله على بالمعطي رجل الذي لا ينام. مازال غادي ناخذ لكم مع شي تصريح شي مرة.